حياك الله معنا مستمعنا الكريم في صباح الخير يا بلادي، ما زلنا مستمرين معك حتى تمام التاسعة بحول الله. كنا قد تحدثنا عن منارة من منارات العلم هنا في سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، وهذه المنارات منارة بعد منارة تحتفي بخريجيها، وأيضا أفواج متعددة ترفد سوق العمل هنا في سلطنة عمان. واحدة من هذه المنارات هي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتحديد في الصنعة. هناك تخريج دفعة جديدة من طلبة هذه الجامعة يبلغ عددهم 557 خريج وخريجة في تخصصات الهندسة، الدراسات التجارية، وأيضا تقنية المعلومات. نتحدث بتفاصيل أوفى مع الأستاذة بدرية بنت خالد السالمية، رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ومتابعة الخريجين، عن هذا الحفل في المصنعة. أستاذة بدرية صباح الخير. صباح الخير أستاذ خالد، وأهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين، ونتقدم لكم بالشكر على إلقاء الضوء على حفل التخرج البهي الذي ستشهده جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة هذا اليوم. نعم أستاذة بدرية، يعني تخريج فوج جديد من حملة الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس، نتحدث عن عدد الخريجين من الدرجات المختلفة التي ذكرناها، وأيضا الجامعة ترفض سوق العمل بكوكبة جديدة من الخريجين. نعم أستاذ خالد، في البداية يعني قبل أن نبدأ الحديث عن حفل التخرج وعن الأفواج التي ستشهد إن شاء الله اليوم تخرجهم، في البداية دعني أبارك لجميع الخريجين والخريجات الذين سنشهد اليوم بمشيئة الله حفل تخرجهم تتويجا لجهودهم وعطائهم، إذانا ببدء طبعا حياة جديدة، وإذ أنتهز يعني هذه الفرصة كذلك للتحية لكل من أعدهم وعلمهم وساندهم رئاسة وعمادة، وكذلك الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم طوال الفترة الماضية حتى شهدنا جميعا هذا اليوم. كما إنني لا أنسى أيضا أن أتقدم بالتهنئة أيضا إلى أولياء أمور الخريجين، شركائنا في إعداد هؤلاء الخريجين، وهم اليوم يتقاسمون فرحة التخرج مع أبنائهم، فهنيئا للجميع هذا التخرج وتتويجا لهذه الجهود التي بذلت. طبعا مثل ما تطرقت أستاذ خالد، تحتفي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بتخريج دفعة جديدة من أفواجها، طبعا يبلغ عددهم 557 خريج وخريجة موزعين على تخصصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات. هؤلاء الخريجين هم من حملة الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس، وقد بلغ عدده حملة البكالوريوس 212 خريج وخريجة، وبالنسبة لهم الدبلوم أيضا متقدم 80 خريج وخريجة و267 نالوا درجة الدبلوم. تبدأ تلك الكوكبة من الخريجين طبعا مثل ما تطرقت مرحلة جديدة في ميدان العمل والعطاء، يترجموا فيه المهارات والمعارف التي تلقوها طوال مشوارهم الدراسي الذي تخلله طبعا الإبداع الابتكار في الجانب الأكاديمي، وكذلك في مجال ريادة الأعمال والتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى الأنشطة اللامنهجية والتي أكسبتهم مهارة إضافية رفدتهم بمعارف جديدة ثقلوا من خلالها مواهبهم، وتوجوا أيضا في المسابقات وكذلك التحديات التي خاضوا فيها. وبعد هذا الجهد والعناء وهم يتنقلون بين قاعات الدراسية والورش والمعامل على مدار تلك السنوات التي مضت، جاء هذا اليوم الذي يحصل فيه الجميع على ثمار تلك الجهود. طبعا هذه الكوكبة التي نخرجها اليوم هي ثروة من ثروات هذا الوطن، تنضم لمثيلاتها لخدمته وأيضا برفد سوق العمل بتلك المعارف والمكاسب التي كسبوها من خلال دراستهم في الفترة الماضية. نعم، المؤهلات، مؤهلات الدبلوم وأيضا الدبلوم العالي والبكالوريوس
تختلف سنواتها أستاذة بدرية. نعم. هناك أيضا مثل ما تفضلت بالذكر صقل لهذه المواهب وأيضا المعارف التي يتلقاها الطالب وهو في بيئة الجامعة. نتحدث وأنت ترأسين قسم التوجيه والإرشاد، كيف تتابعون أيضا مع الطالب وهو في سنواته الدراسية إلى حتى اليوم تخرج من ناحية التوجيه والإرشاد وأيضا متابعة الخريجين بعد التخرج؟ نعم نعم. طبعا مثل ما تفضلت أستاذ خالد أن الجهود طبعا متكاملة، هي كل متكامل ما بين الأقسام وتتكامل فيه الأدوار. وكان لقسم التوجيه والإرشاد طبعا مثل ما تفضلت من مسمى للقسم هو التوجيه والإرشاد ومتابعة الخريجين. فالقسم دوره منذ بداية دخول الطالب للجامعة وحتى تخرجه هناك متابعة. طبعا من خلال في البداية الأسبوع التعريفي لنا برنامج خاص فيهم، ثم متابعتهم مساندتهم من خلال تذليل الصعوبات التي تواجههم خلال المرحلة الأكاديمية طوال تلك الفترة، ونحاول أن نساند الطلاب بتذليل تلك الصعوبات بمدهم بالتوجيه بالإرشاد بحلول المشكلات التي تواجههم، أيضا بالرد على الاستفسارات التي لهم أو الاستشارات التي يستشيرون فيها. طبعا بعد التخرج أيضا إلنا متابعة لهم وهم على أعتاب التخرج. هناك برامج خاصة فيهم من خلال الورش، من خلال أيضا المحاضرات، من خلال الدورات التي نقيمها، كيف يستعدوا لسوق العمل. نمدهم ببعض المهارات اللي هي اللامنهجية التي سوف تساندهم في مكان في مجال العمل. مثلا كيف الطالب يعد سيرته الذاتية بعد التخرج، كيف يجتاز المقابلة الشخصية. فهذه هي المعارف التي يقدمها قسم التوجيه والإرشاد. نعم. بالإضافة إلى أن ذلك يعني أستاذ خالد إذا سمح لي المجال، أن هؤلاء أيضا الدفعة التي سنشهد اليوم إن شاء الله تخرجهم كانت لهم إسهامات أيضا في الأنشطة اللامنهجية، وكانت لهم أيضا يعني إنجازات. فسأذكر إن شاء الله بعض ما أذكره على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. طبعا ساهمنا مثل ما تطرقت على صقل المواهب، مهارات الطلاب، تشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والإقليمية. فها هي يعني شركة سفن سي الطلابية استطاعت الوصول إلى نهايات مسابقة إنجاز عمان ضمن أفضل 3 منتجات مبتكرة، كما حصلت شركة بلامور الطلابية على جائزة أفضل منتج مبتكر في جائزة العريمي بوليفارد للابتكار. وفي ذات الجائزة أيضا حصلت شركة كينان الطلابية على جائزة أفضل تصميم هندسي، كما حصلت شركة أوجاج الطلابية على أفضل مشروع واعد، وحصل مشروع إطمن على المركز الثاني في مسابقة للابتكار وإنترنت الأشياء في الملتقى الثقافي العالمي لطالبات دول مجلس التعاون الخليجي التي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. هذه نتيجة الجهود التي تقومون فيها هناك في قسم التوجيه والإرشاد وأيضا متابعة الخريجين أستاذة بدرية، وحتى على مستوى الأقسام المختلفة في الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية المصنع. أيضا مرة أخرى نبارك للخريجين مقدما في هذا الفوج الجديد من الجامعة، 557 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة تحتضنها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنع. شكرا لك أستاذة بدرية، موفقين إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. إذن كانت معنا الأستاذة بدرية بنت خالد السالمية رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ومتابعة الخريجين بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنع.